نعم. ان شاء الله نتواصل معكم مشاهدينا الكرام في صباح الشروق، ونتابع المساحة القادمة مع زملاء في الكنترول، ومن بعدها ينضم إلينا ضيف عزيز أيضا في الأستوديو. يعد السودان قلب أفريقيا النابض بما يتمتع به من مزايا جغرافية وتاريخية عريقة، حيث يربط بين العديد من الدول في منطقة البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، ومعبر لبعض دول الجوار الإفريقي. فقامت به الممالك القديمة المسيحية المتمثلة في مملكة كوش، حيث حضارة وادي النيل النوبية الكوشية، ولها ثلاث عواصم: كرمة، نبتة، ومروي، وكل مملكة تمثل امتدادا للأخرى. سكن النوبيون قديما السودان في العصور الحجرية، واتخذت أول خطوة نحو الحضارة، فقاموا بصناعة الفخار واستعمال المواقد والنار للطبخ بجانب الحلي والأزياء. وكان العرب يطلقون على المنطقة الواقعة جنوب الصحراء بإفريقيا الممتدة، ونجد أن اللغة بدأت بالترميز بالهيروغليفية، وبعد تحالف الفونج والعبدالله ظهرت المملكة الإسلامية، السلطنة الزرقاء أو مملكة الفونج، التي أسهمت في دخول اللغة العربية وتعاليم الدين الإسلامي. تعتبر مملكة سنار أول دولة عربية إسلامية قامت في بلاد السودان بعد انتشار الإسلام واللغة العربية، ناتجة لتزايد الوجود العربي والتصاهر بين العرب والنوبة في الشمال. ومما يجدر ذكره أن شمال السودان به أغلب المواقع الأثرية في البلاد، وتحتضن ولايتا الشمالية ونهر النيل أكثر من 200 هرم تمثل مزيجاً من الحضارات القديمة والمتعاقبة. فمنطقة كرمة تشكلت بها أول مملكة، فتلك الحضارات باتت جزءاً من التراث العالمي، وأصبحت لها أهمية خاصة بعد اكتشاف مدينة أثرية تحت الأرض وصفت بطراز معماري لا مثيل له في حضارات حوض النيل. ويعتبرها خبراء الآثار وجهة لتراكم الحضارات المتعاقبة. ورغم تلك الأهمية التاريخية، إلا أن الطبيعة وتعديات الإنسان والحيوان طالت بعض من هذا التاريخ العريق،